يعد البن في السعودية ثروة وطنية ومشروبا لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يحرص سكان المناطق الجبلية في جازان جنوب المملكة حيث توجد أكبر مزارع وشتلات البن، يحرصون على الحفاظ على زراعة البن الذي يعتبر أحد أكبر عوامل التطوير في المنطقة. يا داثمن على ضامد شوقاني تنشروا. البن ثروة وطنية وعائد اقتصادي كبير في السعودية، حيث تحتضن جازان جنوب البلاد أكبر مزارع البن سواء في المدرجات الزراعية أو الشتلات التي تلقى اهتماما من البذرة حتى تقديمها للأسواق. البن في فيفا من قديم وفي الجبال، ما في فيفا وبس، في الجبال المجاورة للفيفا مثل في سلا مثل في بني مالك وفي القهر وفي جبل الحشر وفي خاشر وفي فيفا ومعمر، يعمر 100 سنة 200 سنة إلى 300 سنة إذا ما أصابه وقل في الأمطار. عدد من الجهات منها شركة أرامكو وهيئة التطوير وتعمير المناطق الجبلية أولت القهوة السعودية اهتماما كبيرا وقدمت دعما للمزارعين المحليين في جازان لتمكينهم من زراعة البن. والله نحن نفخر بالبن وإن شاء الله أن نسوقه في المهرجانات في بلغازي وفي بني مالك وفي زيزان وإن شاء الله نحصل منه الخير ونشجع الآخرين، نشجع أبنائنا وأبناء أبنائنا على زراعة البن وعلى تصديره وعلى النمو وعلى كيف يشتغلون في المزارع وكيف يسوون وكيف يسوقونه، وهذا تراثنا وتراث آبائنا وأجدادنا. ألف مزرعة تحوي أكثر من 400,000 شتلة تجعل من منطقة جازان الأولى في إنتاج القهوة السعودية، ويعتبر البن هوية ثقافية واجتماعية لدى أهالي المنطقة. من فيفا، أسامة القاسم، العربية.